خمسة أبواب. هل أسئلتكم أن أسئلتنا من الإنستغرام؟ يلا نبدأ. خمسة أبواب. لوردة الحاسم، أوصفي لنا شعورك أثناء تعرفك على بنات الدقة دقة خمسة أبواب. يعني إيش كان شعورك من دخلت الدقة؟ لا يوم تعرفتي عليها أنا كنت مستحية أول ما أدخل يعني مو مستحية. خمسة أبواب. جوري خالد. لاحظت جوري. جوري خالد. أنت جوري خالد؟ لا. جوري خالد، هذا السؤال تعيش مني، هل سيكون لك كلب جديد؟ إن شاء الله. سؤال تعرف هيجي، كيف وصلتي لهذه المرحلة؟ ولماذا نهرت الثرقة؟ ولماذا خرجت أطياف البكري؟ طاقت يا حسن الغرة. وأنا دخلت الثرقة عشان أحب أنشد وأصور ويعني أحب أطلع موهبتي بس. تالا وشمس وتالا يا بنتي. تالا وشمس وتالا تنظرون البعض. لا سؤال تالا تويتي وتالا شبرمي، إيش تحبون تسوون في أوقات فراغكم؟ أحبكم كثير. غيزة طيب. أنا أحب ألعب. أنا أحب أرسم. خمسة أبواب. سؤال لجوري، إيش شعورك يوم تدخلين الأبواب؟ قابلين الأبواب الأربعة جميلين. أحب المكرونة. أحب المكرونة. بالضبط.
الرابع. السؤال موجه إلى جوليوان، هل استمتعتم خمسة الأضواء من أنساب العيد؟ موجه لجميع فرقة خمسة الأضواء، عمركم سافرتوا هناك في كورما؟ إيه غالي. بس كل واحد يعملها. خمسة أبواب. تقرأ بأطياف بيان أرينا الناصر. السؤال موجه لتالا كويتي، بتنزلون كليب جديد وأي كليبات معجب؟ إلى أمي وكلا. خمسة أبواب. ولدين معذور الأسواب أليس ورد؟ ايش معنى اسمك؟ يعني ورد. خمسة ابواب. شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من سألنا، احبكم. شكرا جيش الاضواعي. شكرا جيش الاضواعي. شكرا جيش الاضواعي. شكرا جيش الليل. شكرا جيش الاضواعي. شكرا جيش اتويتي. شكرا جيش الاضواعي. شكرا جيش الوردي. شكرا جيش المعذوري. شكرا جيش التويتري.